كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. يلا حلينا والحمد لله راه الاستعدادات جارية. الخبر من جا البارح كان الحمد لله مفرح، ولو كنا فرحة وبكية وما عرفناش اش كي تلقينا ذاك الخبر. كاين اللي فينا اللي كيبدأ يعيط وكيعاود يعيط واحد اخر تيقول واش هذا الخبر نيت بصح ولا كذوب. كنا كلنا مكذبين الخبر، حتى سمعنا من الإذاعة الوطنية، انا سمعتها في الراديو، وعيطوا لي بعض الأصدقاء وقالنا بأن راها بشرونا بالخير. الحمد لله بشارة خير وعودنا والعود أحمد إن شاء الله الرحمن الرحيم. مازال ما بديناش، كانوا كيجيو الناس وكنا كنرجعوهم لان على حساب القاعات بغاو لي الصال وهذا وكنرجعوا الناس. مي الحمد لله كانوا عندي الناس هنا اليوم واحد وجي لك اليوم، الحمد لله كيف ما كان الحال الحمد لله على كل حال. ولو جاء الفرج من عند الله تبارك وتعالى، الحمد لله والشكر لله، هذا فضل من عند الله تبارك وتعالى. دوزت واحد المسيره ديال الوقفات وديال دوزنا مسيره ديال المعاناه معاناه وقفات، كانت الحمد لله عطات الثمار ديالها والاكل ديالها الحمد لله والشكر لله. كانت وقفات احتجاجيه سلميه، بغينا شويه الحقوق ولو كنا كنطلبوا غير شويه غير شويه. الحمد لله جا الفرج الحمد لله والشكر لله الحمد لله. تراكم عليا عندي الكرا، عندي عام دابا، عام كله عندي، سنه كامله ديال الكرا الماء تقريبا عندي واحد ربع شهور، الضو كذلك ربع شهور. عندنا الضرائب، ضريبه ديال السنه الماضيه والسنه وهاد السنه هادي. والغريب في الامر ان كيطلبوا لنا الضريبه على الدخل وحنا ما خدامينش، صافي عام هادي وجات الضريبه على الدخل. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مفارقة كبيرة كي قلتي، لأن ما يمكنش إنسان ما خدامش والدولة عارفة أنا بأن ما خدامينش وما محركينش وتطلب منا الضريبة على الدخل، كتجي شوية غريبة. الهيئه الضريبيه مثلا باش يشوفوا؟ لا، هادشي خدموا تبارك الله، كاينه التمثيليه كاينه التنسيقيه ما شاء الله، خدموا تبارك الله وداروا المراسلات، ولكن الاذن ما شاء الله الاذن ما كاينش اللي يسمع لينا، ما كاينش غير صاغيه. شي كلمه اخيره للمهنيين والناس اللي خدام في الدومين، وخصوصا انه باقي الاحتجاجات ديال الكورونا باقي. الحمد لله جاء الفرج كنقولوا، ولو ان الطاقه الاستيعابيه ديال لي صال ماشي هي المطلوبه والمرغوب فيها، 50% ماشي حتى 50% 10 ديال الطوبل، 100 شخص داخل فيها النقافه والناس اللي كيشتغلوا معاها، داخل فيها صاحب القاعه، داخل فيها النادرين السربايا، داخل فيها الاوركستر، يعني ماشي شي حاجه اللي هي اللي هادشي اللي كنا كنطلبوا ماشي هو هذا. على الاقل 50% خارج النقافه والاوركستر والسربايا وصاحب القاعه فوالا، خارج ليكيبيه، خارج ليكيب. الدومين كنخدم فيه، ما كاينش شي واحد اللي ما تيخدمش في هذا الدومين. كنبداو من الخضار مول الدجاج والقزار مول اللحم ومول الورد، صناعة تقليدية كلها داخل فيها الخياط، داخل فيها الصنايعي، مول الجلد، مول النحاس، داخل فيها كي قلنا طباخات فوالا، فيها الطباخات، فيها حراس الامن الخاص، فيها ليزوركستر، فيها النواديل، فيها الدراري ديال الزاد العماريه، فيها المساعدات ديالنا، فيها الترونسبور، مالين الهوندات، مالين لي بيكوب كيخدموا معنا حتى هما. ايوا نطلبوا من الله الفرج، لان هاد 100 شخص اللي عطاونا شويه ناقصه، ولكن الحمد لله كنقولوا اللهم هكا ولا الفرج ان شاء الله قريب. بالنسبه للتدابير الاحترازيه اللي كناخذوا، كنديروا الكمامات وكنديروا تعقيم اليدين، الماتيريال تاعنا راه الا شفتي منين كنتي داخل راه بدينا كنعقموا الماتيريال وكنحيدوا عليه الغبار
الدار المساعدات ديالنا حتى هما بلي بافيت ديالهم خلاص اللي صار راه تبارك الله هما عندهم مهويين كاين التهويه كاين هذا المرافق الصحيه فيها كل ما هو احترازي كل من هو احترازي راه فيها. نسأل الله السلامه ونسألوا الله السلامه والعافيه وان شاء الله تحيد علينا هذا الوباء وترجع الايام كيف ما كانت ان شاء الله ونحيدوا علينا هذه الديون المتراكمه لان عندنا على الاقل حاجه اذا كنا خدمنا غير هاد الشهرين مزيان ان شاء الله الرحمن الرحيم على الاقل عندنا سنتين باش نوقفوا غير على رجلينا ونحيدوا غير الديون علينا عاد يبان لنا اش غناكلوا حنا واش نشربوا واش يشيط لينا حنايا. هذا اللي كان. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.